تعادل اعتقد ان هو مرضي للفريقين. مرضي للفريقين، والحقيقه كان عندهم اكتر من فرصه، انما لما في الدقيقه 73 انت بيجي لك فرصه ذهبيه زي دي وبتحرز هدف، وكان ممكن انك انت تاكد كمان بهدف تاني بعد الجول الاولاني اللي انت جبته. انما الشوط الثاني اتفتح اللعب زي ما احنا قلنا، هل هيفتحوا الخطوط وهيبقى في رغبه لكل احد الفريقين ان هم يبقى عايز يكسب. انت الحقيقه الكلام اللي احنا قلناه ان عمق نادي الزمالك الاثنين اللي بيلعبوا في النص دول سهل جدا، بكره منتظمه، كره سليمه، باصه سليمه، رؤيه كويسه، تحركات، تقدر تجيب منها اهداف كتير الحته دي. فجالنا واحده وكان في الثانيه كمان او الثالثه، وفي واحده في الاخر اعتقد صلاح محسن لما نزل عمل برضو بعض التحركات اللي عملها وجاب جون كويس قوي. كانت عندك فرصه ذهبيه ايمن، ها، انك تفوز بالماتش ده. سيبك من ان احنا بنقول التعادل مرضي للفريقين، التعادل فير، الفرقتين لعبوا النهارده، يعني كان مش هقول حرام ان اي حد فيهم يخسر، انما كرة هي كده. فانت جات لك الفرصه الذهبيه النهارده انك تتفوق في هذه المباراه والتقدم، والحمد لله عشان انت تفوقت يا كابتن. عشان كنت متفوق، لا ابتديت يا بلال، كان ممكن تحافظ على الجول بالظبط عشان كنت كسبان. ابتديت هقول لك، ابتديت تشوف اللعيبه اللي يشوفوا بعض والباص السليم، ومن احد الباصات السليمه والرؤيه، ابتديت تلعب صح. انت بتلعب على الاثنين، يعني اسوأ اثنين في نادي الزمالك النهارده الاثنين السنتر، قلنا لعبت عليهم فكره قدرت تستغلها. يعني الشوط الاول محمد شريف قدر ان هو يعدي من الونش، فرصه رائعه جدا. الشوط الثاني صلاح محسن واحده بيخضع فيها مظبوط محمود علاء، يعني قدرت تستغل الاخطاء اللي موجوده. فكان ممكن تكسب. يعني انا مع وجهه نظرك النهارده. بص يا بلال هقول لك على حاجه ثانيه، انا مش ضد التغييرات انك انت تغير، يعني في تغييرات بتحصل بتعمل زي صلاح محسن، نشاط وحيويه وسنه صغير وعمل تحركات، جاب جول او ما جابش جول، سواء عمل وجود جنب محمد شريف. انا برضو يعني محمد شريف ان هو انت بعد ما تكسب فوت تعزز تخليه في الملعب، ده لعيب تقيل ممكن يجيب لك جول واثنين. رؤيته بقى ان هو عايز يعمل يعني دم جديد في وجري جديد وكمان، دي مسؤوليه اللعيبه اللي بتنزل. مسؤوليه اللعيب اللي هو ينزل لازم يحقق المدير الفني عايز منه ايه، نشاط ويقفل. واحنا قاعدين هنا كنا قاعدين اكرم توفيق يمسك يعني ديانج مش هيفضل هو والسوليه شايلين الحمل ده كله 90 دقيقه. يعني برده بيبقى في تغييرات احنا بنبقى نامل ان هي تكون موجوده، كانت هتقفل له نص ملعب كويس، هيبقى في جري اكتر، تحافظ على الجول، ممكن تحافظ على الجول. الهجمه المنظمه اللي جا منها نادي الزمالك الهدف كان ممكن ما توصلش في الحته دي، تبقى فاضيه بهذا الشكل. الضغط على ايمن اشرف ما يبقاش من الناحيه دي نفس الشكل. فاحنا بنبقى قاعدين الحقيقه متوسمين في بعض التغييرات اللي هي تبقى موجوده معاك، على زي صحيح. ما صلاح محسن عمل الهدف وعمل بطريقه رائعه الحقيقه من استلامه. بمناسبه الهدف هو كابتن شريف، بص الرؤيه البداية. بقى انا هقول ده سوليه اللي معاه الكره، ايوه يمشي شويه، ماشي ماشي يا سمير لو سمحت، ماشي. ايوه الكره بدأ مع سوليه، في هدوء في التحضير. وادي بص الرؤيه عامله ازاي، الربط ربط دي من اول هاف تايم الكره دي. ممكن ترجعها لنا بقى، ممكن ترجعها لنا وكره في الهواء عشان نبص على تحرك شريف وصلاح محسن. الكره دي كانت رايحه لشريف على فكره، تحرك الاثنين اللي هم قلبي دفاع نادي الزمالك. ماشي نكمل واحده واحده. بصوا كانوا واقفين ازاي، باصين للكره ومش شايفين هم التحركات بتاعه الخافي صلاح محسن ده جاي من الناحيه الثانيه، والكره دي كانت ملعوبه لشريف اصلا، خد بالك. وصلاح اللي جاي قاطع، صلاح اللي جاي عشان كده مش اوفسايد. صلاح جاي من قاطع في الكره دي عشان كده هو صح. انما شريف كان اوفسايد، ماليش دعوه باي حته. تصرف فيها بمهاره عاليه قوي، مهاره عاليه جدا ورؤيه وهدوء في انك انت تحط كره زي دي. فده تغيير مثمر، ده اضافي. وبعد ما جاب الهدف اكتسب ثقه ثانيه وبقى بيلعب ناحيه اليمين وبيجري ناحيه الشمال. فانا برضو محمد شريف انا الحقيقه كنت اتمنى ان هو يكمل معايا لغايه الاخر، اعمل تدعيم اطمع اكتر. مش وحته اكرم اللي قلت لك عليها وكلنا اتفقنا عليها الحقيقه، انما يعني مش هقدر اقول لك هارد لاك، بس انما هو تعادل يليق بالفرقتين الحقيقه. الفرقتين عملوا مجهود وراحوا على الجون باكتر حاجه، وبحيي برضو ساسي في الكوره اللي حطها برسو وشكل لعيب كبير. يعني واللي قلنا عليه قبل الماتش، ها، بينام ويجي فجاه نلاقي ليه وجود في المباراه. انما اقدر اقول يعني مبروك وهارد لك، يعني مش هقدر اقول لك، يعني كان عندنا الماتش في ايدينا يعني.